بمشاركة عربية وعالمية انطلقت منافسات النسخة الأولى من بطولة عمان الدولية للتنس ذكوراً وإناث تحت 18 عاماً على ملاعب الاتحاد الأردني للعبة في مدينة الحسين للشباب. منذ عام 2011 زي ما حكيت لك واحنا بنستضيف هاي البطولة، البطولة هاي في السنة هاي قد تكون مميزة أكثر من أي بطولة تانية، عدد الدول المشاركة فيها 26 دولة. بالإضافة إلى أنه هناك عندنا بحدود 108 لاعبين ولاعبات يشاركوا في هذه البطولة، ما يعني يثلج الصدر في أنه هذه البطولة بأنه في هناك في أسماء للاعبين اللي هم تحت أعمار سنة 18 سنة هم معروفين على مستوى العالم في بطولات التنس العالمية. البطولة والتي تحظى بإشراف الاتحاد الدولي لكرة المضرب تستمر نسختها الأولى حتى يوم الجمعة المقبل، حيث تشهد مشاركة عدد من لاعبي المنتخب الوطني الذين يتطلعون لتحقيق نتائج مرضية. والله إن شاء الله إنه أفوز البطولة دائما، إن شاء الله دائما بدخل على البطولة بحاول إنه أكون أفوزها. بطولة قوية مش سهلة، طموحات إن شاء الله البطولة الجاي نحسن الرانكينج، يعني إن شاء الله خير. بطولة عمان الدولية تشهد هذا العام مشاركة كبيرة من الدول العربية والعالمية، مما ينذر بمباريات ممتعة ومستوى كبير من اللاعبين الطامحين لإحراز اللقب. هذه ثاني مرة بجي الأردن وإن شاء الله معناتها أنا عندي أوبجيكتيف باش نعمل خير من العام اللي فات، ريزولتا خير من العام اللي فات. حضرت مليح ترينيت بالقدا وكل شيء باش نعمل أحسن ريزولتا ممكن. أول مشاركة عندي سنة وباش نشارك الجمعتين هذه، الجمعة هذه والجمعة الجاية إن شاء الله، وإن شاء الله نعمل حاجة إن شاء الله علاش لا نهزها سامبل ودوب. عشاق الكرة الصفراء سيكونون على موعد مع الإثارة والمتعة في النسخة الثانية لبطولة عمان الدولية والتي ستنطلق أدوارها التمهيدية يومي السبت والأحد المقبلين بمشاركة نفس لاعبي النسخة الأولى الراغبين في خوض تحدي جديد نحو تحقيق اللقب.